يا طقس. محمد، ماشي، نروح للطقس يا نهاوند، ونقول للساده المشاهدين كده استعراض سريع لاخبار الطقس ودرجات الحراره. تعالوا نشوف مع بعض الاحوال الجويه في محافظات مصر المختلفه. هنبدا بالعاصمه القاهره. القاهره العظمى 19 و9. الارصاد الجويه بتقول لنا ان الجو الحمد لله رب مشمس جدا في اغلب الاوقات، بس 9 بالليل ده يعني 9 الصوره ده هيبقى برد بالليل. صحيح، بس الصبح فيه مشمس. اسكندريه 18 11 غائم جزئيا، مرسى مطروح 17 8، الغردقه كالعاده دايما 20 العظمى و11. الجو كالعاده زي ما بنقول مشمس وجو كويس في الغردقه. طبعا في ساعات النهار الصبح بالليل الجو بيبقى برد شويه. نروح انا هوند لشرم الشيخ 19 12، برضو شرم الشيخ زي الغردقه الجو مشمس. الاسماعيليه 19 7، بورسعيد 20 8، والسويس 19 7. نروح مع حضراتكم للصعيد للجنوب، نبدا من المنيا. المنيا 20 العظمى، لكن الصغرى بالليل الدنيا ساقعه شويه في المنيا، احنا بنتكلم على 5 مع ان الجو مشمس كمحافظات الصعيد صباح. سوهاج 20 6، الاقصر 23 6، واسوان الدافئه الجميله 24 8. تقالي اسوان احسن جو لحد دلوقتي، صحيح، احسن درجات حراره. طيب. العريش 16 5، نخل 14 ماينس 3 وسالب 3، جو غائم سالب 3. احنا بنتكلم خلاص بقى كده تجمد، يعني في صقيع هناك. لا مش درجه تجمد، صقيع يعني، يعني اللي هو الجو اللي احنا مش معتادين عليه طبعا. جو صقيع. طابه 17 4، الطور 18 10، كاترين طبعا برضو 12 ماينس 3، مرسى علم 21 12، شلاتين شلاتين حلو قوي 23 13، حلايب 21 15. الجو مشمس في حلايب كمان او في الصعيد عموما. هو الصعيد بالظبط. اخر حاجه معانا بلطيم 18 10، الجو مشمس. هو بلطيم دي معانا على الشاشه ولا لا؟ ابراهيم بيهزر معايا على الهوا. ماشي يا ابراهيم.